بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال مهم، هل يمكن أن نرى ليلة القدر بأعيننا؟ اللي هو عند الناس يقول لك شاف طاقة القدر أو طلعت له طاقة القدر. طاقة القدر عند الناس يعني إيه؟ طاقة من النور. طيب هل هذا الكلام له أصل من الصحة؟ الجواب في نظري أنه لا مانع أن يكون، ليس هناك ما يمنع منه، بل ربما دلت الأدلة على أنه يمكن أن يكون. قبل أن أبدأ، نتفق على أن خير تلك الليلة لا يحصل عليه الإنسان سواء شعر بها أو لم يشعر، سواء رآها في المنام أو لم يرها، سواء رآها بعينيه أو لم يرها، لأن فضلها المهم إيه؟ أن الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة، أنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فده عام، سواء عرف أنها تلك الليلة أو لم يعرف، وليلة القدر خير من ألف شهر، سواء علم بها أو لم يعلم، فده ما فيهوش إشكال. لكن نحن نتكلم على مسألة أخرى، هو أنه هل يمكن أن يرى بعض الناس نورا؟ تعالى نقرب المسألة. روى الشيخان وغيرهما من حديث البراء أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الكهف وعنده حصان مربوط بشطنين، شطنين يعني حبلين، وأنه كلما قرأ اقتربت منه سحابة، تمام، فكلما ازداد في القراءة ازدادت قربا والفرس يتحرك. وفي بعض الروايات أن ولده كان نائما فخشي على ولده، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث ما يدل على أنه أسيد الصحابي أسيد بن حضير، وأنه في الصباح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بأن هذه السكينة تنزلت لقراءة القرآن. النبي قال هذه السكينة، وفي رواية هذه الملائكة تنزلت لسماع القرآن، ولو قرأت لأصبح يراها الناس. شوف النبي يقول له إيه، والحديث في الصحيحين وفي سنن أبي داود بسند مرسل، يعني في ضعف يسير، أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى يا رسول الله إلى بيت ثابت بن قيس يعني يضيء أو كأنه فيه مصابيح تزهر؟ قال إنه كان يقرأ سورة البقرة. فلما سئل قال نعم كنت أقرأ سورة البقرة. وده إن كان مرسلا لكن يعني ممكن يوضح ما جاء في الصحيحين اللي هو حديث البراء اللي هي قصة الايه أسيد بن حضير. فهذا يدل على أن الايه الملائكة، وفي حديث أسيد بن حضير أن هذه السحابة التي اقتربت كان فيها مصابيح في بعض الايه في بعض الروايات، يعني فيها نور. إذا أصل مسألة تنزل الملائكة للتلاوة ورؤية بعض الناس لسحابة أو رؤية بعض الناس لمصابيح، فده موجود أهو، تمام؟ طيب ربما تقول هؤلاء الصحابة وأين نحن؟ سأحكي لك قصة في ترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي في ترجمته، وله عدة تراجم، ترجمه السيوطي وترجمه السخاوي وغيره، المهم في ترجمته أنه هو وهو صغير في ليلة من ليالي رمضان، أعتقد أنها ليلة 27، أنه قام فجأة من منامه وقال يا أبي يا أبي ما هذا النور، ما هذا النور الذي يملأ الأفق؟ فقال أبوه فعلمنا أنها ليلة القدر. هذا الإمام النووي. وفي حكايات كثيرة، يعني كثيرة جدا عن الناس رأوا نور، رأوا ضوء في السماء، بعضهم يرى كأن السماء يفتح منها شيء وينزل منها أشخاص لعلهم الملائكة، هذه كلها وربما تكون كرامة، لكن لا يلزم أن كل إنسان يرى ذلك، وربما يرى الإنسان ذلك ولا ينتفع. حتى في بعض الحكايات
التي سمعتها أن بعضهم عندما يرى ذلك يخاف ويتغطى وينام. فده التوفيق بقى، ده توفيق الله سبحانه وتعالى، يعني أنه ربما تعرض الفرصة للإنسان لكن لا يوفق، وليس معنى أنه هو أكرم من غيره، لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى. زي ما في ناس تدخل في مكة ويعني ربما ترتكب المعاصي، وفي ناس يعني أمنيتها أن ترى بيت الله الحرام، وربما يعني يوفر القرش بعد القرش يعني طوال حياته حتى يذهب إلى البيت الحرام. وبعض الناس سمعنا أنه تاجر أمام الحرم ربما لم يحج ولا مرة. وبعض الناس من أماكن بعيدة، أعرف بعض مشايخنا القاضي العمراني رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل العمراني اليمني الصنعاني، حج ما يقارب 30 حجة وربما 35، يعني كان على كل سنة تقريبا يحج رحمه الله تعالى. فده لا مانع، يبقى بالتالي ما في ان يأتي الإنسان يمنع. بعض الناس يعني حتى ممن يدعي السلفية صار كالمعتزلة، يكاد يمنع تلك الكرامات. والكرامة ثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب العقائد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. يقول مفسرون: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. والسيدة مريم ليست نبيا، وإنما هي امرأة صالحة من أهل الجنة، مكرمة طاهرة، فده يسمى مش يسمى معجزة. ما يقع لغير النبي إن كان الشخص ده صالحا يسمى كرامة. فالإيمان بكرامات الأولياء موجود في كتب أهل السنة والجماعة، راجع شرح الطحاوية أو غيرها، أو الكرامات للالكائي أو غيرها من الكتب، ده ما في مشكلة. ما أنكر الكرامات إلا المعتزلة. والآن في بعض من ينتسب إلى السلفية يكاد يشبه المعتزلة في إنكاره كل شيء، وبالتالي الجواب الآن لا مانع أن يرى الإنسان، لكن ده لا يدل على أنه من أهل الجنة ولا يدل. القصص كثيرة، أنا حتى لا أطيل، أنا كنت مجهز مجموعة من القصص، منهم من شفي من مرض وبتاع، فبعضهم بيوفق أنه لما يرى شيئا فيتوجه إلى القبلة ويدعو فيستجاب له، ومعنا قصص كثيرة. وبعضهم لا يوفق، أن بعضهم يرتعب وينام ويدخل تحت اللحاف، تمام؟ أما رؤية أما السؤال الآخر هو رؤية ليلة القدر في المنام، فده ما في إشكال أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريتها في ليلتها أني أسجد، في صبيحتها أني أسجد في ماء وطين. فكانت ليلة 21. في الصحيح أيضا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن رؤياكم تواطأت، فالتمسوها في السبع الأواخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث في الصحيحين. فبالتالي الجواب أنه يمكن، لكن لا يدل على أن الرجل أو المرأة التي رأت ذلك أنها من أهل الجنة، قد يوفق وقد لا يوفق. ولا يدل أيضا أن من لم يرها، ده ما في إشكال أن من لم يرها لا في المنام ولا في اليقظة لكن قام ليلها وعمل الصالحات فهو من أهلها باتفاق. فلا يلزم ليحصل الإنسان على أجر ليلة القدر أن يراها أو يعلم بها، وغالب الأمة لا يعلم بها ولا يراها على مدى الدهر، وإن شاء الله كثير منهم من أهلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.